يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه حلقات الاسبوع. دايما حلقات بتكون غايه في الاهميه، عندنا فيها كواليس وتفاصيل واخبار كتيره جدا جدا على مختلف الاصعده، سواء على الصعيد المحلي العالمي، واكيد كل جديد يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي على مدار فقرات مختلفه من حلقه اليوم تحديدا. وكلام غايه في الاهميه بالتحديد بخصوص النادي الاهلي وجماهيره، كلام مهم جدا هنتكلم عنه خصوصا للفريق الاول لكره القدم بعد مباراه الامس والتعادل الايجابي امام فيوتشر بنتيجه 1-1. وفي كل الاحوال حتى لو تعادل ايجابي في النتيجه بالنتيجه دي، لكن في كل الاحوال انت دي نتيجه سلبيه بالنسبه لك كنادي اهلي. فعندنا حديث مهم قوي بخصوص هذه المباراه، وانتوا عارفين دايما احنا اللي بيبقى هنا بيطلع من هنا على طول، يعني كلامنا على طول بيطلع من القلب يعني. فبالتالي هنتكلم على الجزئيه دي، بخلاف اكيد احنا مش يعني هننسى سعادتنا بمشاركتنا في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي، خصوصا بعد ما سمحت لائحه البطوله بمشاركه النادي الاهلي، خصوصا كمان ان المغرب هي اللي هتستضيف اللقب. فبرضه كلام اكيد مهم في الجانب ده، واكيد فرحانين جدا جدا بمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بس الاهم بالنسبه لي طبعا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم، ورأيكم وتعليقاتكم على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية المرة الثامنة في تاريخه، وإزاي استقبلت الخبر الرائع ده. هاخد تفاعلكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف في ترند الأهلي. الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة، ألف مبروك. كولر يلوم اللاعبين بعد التعادل مع فيوتشر، عنده حق. أما في ترند المونديال غدا تحديد بطل مونديال قطر. خلاص المونديال بيخلص، ماتش بيتلعب دلوقتي، وعشان كده هتكلم على مباريات اليوم. المباراة الوحيدة النهاردة ما بين المغرب وكرواتيا في المباراة اللي هتحدد المركزين الثالث والرابع بإذن الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراة اللي بتتلعب بداية من الساعة الخامسة بالضبط، يعني انطلقت بقى لها 4 دقائق والتعادل مازال سلبي بدون أهداف. إن شاء الله المنتخب المغربي يتفوق ويقدر إن هو يفوز في هذه المباراة عشان يحقق إنجاز تاريخي، وأوريدي خلاص كتب التاريخ بصراحة، لكن كمان تاخد المركز الثالث لأول مرة لمنتخب عربي وأفريقي في كأس العالم، دي حاجة هتبقى كبيرة جدا. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في الماتش اللي بيتلعب دلوقتي، ودي المباراة الوحيدة النهاردة. بكرة نهائي كأس العالم الساعة 5 ما بين فرنسا والارجنتين. انا عن نفسي يا جماعه انا بشجع فرنسا، يعني ممكن ناس كتير جدا تقعد تقول لك اصل ميسي واخد بطوله كاس عالم ليه وتعاطف ومش عارف ايه وكلام من ده، انا بشجع فرنسا اصلا وبحب فرنسا جدا يعني. فاتمنى كل التوفيق للمنتخب الفرنسي يعني في هذه المباراه. طبعا كل واحد ليه حق ان هو يشجع لو عايزه، بس يعني المؤكد ان احنا هنشوف مباراه قويه جدا جدا ما بين منتخبين كبار، هو منتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي غدا في تمام الساعه 5 في نهائي كاس العالم قطر 2022. هذه البطوله الناجحه على كل الاصعده سواء تنظيميا او حتى فنيا، واثاره كانت كبيره جدا خلال هذه البطوله. يمكن الناس هيوحشها بشكل كبير جدا كاس العالم، لكن طالما في ماتشات للاهلي وطالما في دوري انجليزي فاطمن المتعه موجوده باذن الله. ماتشات الاهلي بالنسبه للجمهور اهم ماتشات في الدنيا، ماتشات الدوري الانجليزي من وجهه نظري انا يعني، واكيد ناس كتير جدا، هي اكثر المباريات اثاره، فمش هنفتقد للمتعه. بخلاف كمان عندنا كاس العالم للانديه جاي والاهلي موجود فيه، فدي متعه كمان ان شاء الله منتظره في اقل من شهرين من دلوقتي، يعني قدامك شهر ونص تقريبا على طول كاس العالم للانديه بالظبط. اول مباراه للاهلي يوم 1 فبراير قدام اوكلاند سيتي، كاس العالم اللي جالنا لحد عندنا، فهنتكلم كمان على الجزئيه دي. خليني بس اروح لفاصل سريع الاول، لان بعد الفاصل عندي كلام مهم قوي قوي هنتكلم فيه مع حضراتكم بكل صراحه ووضوح زي ما انتم متعودين دايما، فاستنونا. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. احنا طلعنا فاصل من هنا وجي جونين في ماتش المغرب وكرواتيا من هنا، يعني كرواتيا تقدمت بجون في الدقيقه 7 بالظبط من احداث الشوط الاول، 1-0 كرواتيا سريعا سريعا، كره ثابته برضو على غرار هدف كرواتيا، تعادل من خلالها الهدف المغربي بهدف عن طريق اشرف داري عشان تبقى النتيجه 1-1. ان شاء الله المنتخب المغربي يتفوق في هذه المباراه وياخد المركز الثالث. طيب تعالى بقى نتكلم عن ماتش امبارح الاهلي وفيوتشر، هذه المباراه اللي كانت هامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، واللي كان من خلالها تقدر تاخد خطوه اخرى في انطلاقتك المميزه في بطوله الدوري السنه دي بالتحديد. وكل بطولات انت ماشي بشكل كويس جدا وانطلاقه اكثر من رائعه مع كولر، بس كان مهم قوي ان انت امبارح تكسب خصوصا في ظروف الماتش،
يعني انت ظروف الماتش بالنسبه لك طرد في الدقيقه 20 لعمر كمال عبد الواحد، وده مش اي لعيب في فيوتشر، ده لعيب مهم قوي في استراتيجيه الكابتن علي ماهر سواء الهجوميه او الدفاعيه. فالراجل اتطرد وطرد مستحق ليه، خرج عمر كمال عبد الواحد، جبت هدف في الدقيقه تقريبا 31 او 32، فبالتالي تقدمت بنتيجه 1-0. كان مهم قوي قوي ان انت تخلص الماتش بدري بدري، خصوصا ان انت عندك كل الامكانيات وكل الظروف في الماتش مساعداك انك تكسب وتريح نفسك من الشوط الاول. لكن للاسف للاسف، وبنتكلم بمنتهى الوضوح، عشان الاهلي وعشان الرجاله بتوعنا لعيبه النادي الاهلي وعشان الجهاز الفني للنادي الاهلي، للاسف شويه ثقه زايده، شويه ثقه زايده خلت النتيجه امبارح تبقى نتيجه سلبيه للاهلي وجماهيره، جماهيره اللي كانت مبسوطه جدا بخبر المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه اتنكدت عشان اتعدلنا الماتش ده. خلي بالك، ما احنا ممكن نتعادل، ممكن نكسب وممكن نخسر، دي كره القدم، بس انك تتعادل الماتش ده بظروفه، لا ده امر غير مقبول، غير مقبول. انا متفاهم جدا ان انت وارد ان انت تتعادل وانت مش لاعب فرقه قليله، انت بتلعب فيوتشر فرقه كويسه جدا بامكانيات مميزه بجهاز فني محترم، لكن ظروف الماتش ما ينفعش ابدا من خلالها انك تتعادل، ما ينفعش ابدا. وده درس من ضمن الدروس بتاعت السنتين اللي فاتوا، لازم نستفاد يا جماعه من دروس السنتين اللي فاتوا وما نكررش اخطائنا. واضح ان في خطا اتكرر اهم في مباراه امبارح، وهي الثقه الزياده وشويه دلع، وشو انا بحاول انتقي الكلام بالظبط، شويه دلع. الدلع ده هيخسرنا بطوله الدوري تاني او تالت كمان، وده امر هيبقى صعب جدا على جمهور النادي الاهلي. لا يا رجاله، احنا بنثق فيكم وبندعمكم وبنساندكم، وانتوا لعيبه عاليه قوي كويسه جدا وجوده ممتازه، ماشي؟ فبعد اذنكم الحاجات اللي زي دي مش هينفع تتكرر، مش هينفع تتكرر. مش بنحط عليكم ضغوط، لا، انتوا قد اي ضغوط وانتوا قد الثقه اللي من جمهور الاهلي فيكم، لكن اكيد في اسباب ادت لهذا التعادل الغير مقبول، الغير مقبول، واللي برضو مش هنقف عنده. لان خلي بالك، احنا لازم يكون يا جماعه في موضوعيه في النقد. يعني احنا، هو بص انا بقول لك، احنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال برنامج الترند، لا احنا بننتقد الفرقه امبارح عشان نبقى واضحين، بننتقد الفرقه، بننتقد الجهاز الفني امبارح، لكن مش معنى ان احنا بننتقدهم ان هم مش نافعين بقى، وان عشان تعادلنا ماتش ويبقى في مشكله في الجهاز الفني وفي كولر اللي احنا عمالين بنشيد بيه، لا دي مش كوره. اللي يتكلم بالطريقه دي يبقى معلش يعني يبقى هو يعني ايه، مش بيتكلم بمنتهى الموضوعيه المطلوبه، لا خالص. مفيش حاجه اسمها كده، انت وارد تتعادل وارد تكسب وارد تخسر، هي دي كره القدم ومنافسه قويه ومستاهله على كل الاصعده. لكن في تعادل غير مقبول زي بتاع امبارح ده بظروف الماتش، وتعادلات اخرى مقبوله نظرا لصعوبه مباراه، نظرا لان انت عملت كل اللي عليك بس ما كانش فيه توفيق وكلام من ده، ده كل ده بيبقى ساعتها مقبول. لكن اسباب التعادل بالنسبه لي بتكمن في عدد من النقاط. اول نقطه من وجهه نظري، من وجهه نظري يعني كواحد من جمهور النادي الاهلي، واحنا برنامج الترند يا جماعه احنا سوشيال ميديا وجماهير النادي الاهلي وبنتكلم بلسان حال الجمهور. اول نقطه حته التشكيل، طبعا اللعيبه كلها مميزه ولاعيبه جيده جدا، واي حد يلعب المفروض يؤدي المطلوب منه، لكن التغييرات العديده اللي حصلت في التشكيل ممكن تكون احد الاسباب اللي ادت لك. عمرنا ما هنتدخل في قرارات كولر، هو اضرب كل شيء، ويمكن العذر الوحيد حته الروتيشن، بس الروتيشن كان ممكن يبقى يتعمل في حدود، لان انت فعلا عندك ضغط ماتشات كبيره. لكن هل التعادل ده يقلل من كولر؟ لا طبعا، بس هو يدي درس كولر. هل التعادل ده معناه ان كولر لا ده مدرب مش عارف ايه؟ لا طبعا، مدرب كبير جدا جدا وانطلاقته رائعه وممتازه، حتى لو تعادلنا امبارح هي انطلاقه ممتازه عن النادي الاهلي، ومدرب بيدي مؤشرات ايجابيه للغايه لمستقبل الفريق باذن الله، مش بس مجرد من خلال المباريات، لا من خلال امور وكواليس كتيره جدا ممكن الكل ما يبقاش عارفها او المعظم ما يبقاش عارفها بتحصل يعني من خلاله يعني. فبالتالي نحط كل حاجه في وضعها الطبيعي، زعلانين جدا على هذا التعادل جدا، بس مش هنقف عنده، هنفكر في اللي جاي لان لسه التحديات مستمره. ولو احنا يا جماعه كان عندنا مثلا 3 4 بطولات في الموسم اهو، زادوا بطوله كاس عالم الانديه، وهي بطوله انت مش رايح بس يعني تمثل مصر او افريقيا بشكل يشرف بس، لا طبعا انت عايز تعمل حاجه كبيره، وانت طموحك في كاس العالم كبير، وانا حاجه لجزئيه كاس العالم. بس خليني الاول اقفل مباراه فيوتشر امبارح. من ضمن كمان الاسباب، وجهه نظري وجهه نظر الكثيرين، ممكن التاخر نوعا ما في بعض التغييرات، لكن برضو دي قرارات كولر بندعمه وبنسانده وكل حاجه، مفيش اي مشكله خالص، وكل ده وارد في كره القدم. لكن اللي انا بسطني ومطمني بشكل اكبر هو غضب كولر الواضح بعد انتهاء المباراه، واللي كان واضح اكتر في المؤتمر الصحفي وبعض الكواليس الاخرى اللي حدثت فيما بعد هذا اللقاء.
مش هتكلم عنها لان احنا هنا بنتكلم في الاطار الرسمي، لما يكون في حاجه رسميه من قبل النادي اكيد هتطلع نقولها، لكن حاليا ما فيش اي حاجه رسميه. لكن الكواليس عشان اطمن برضو جماهير النادي الاهلي، لا في امور حصلت من قبل كولر بتنم وبتعكس مدى غضبه الكبير بسبب مستوى الاهلي امبارح في مباراه فيوتشر، ودي بالنسبه لي حاجه ايجابيه مش سلبيه، بالعكس دي حاجه مطلوبه جدا من مدير فني. فده معناه ايه؟ معناه ان ده مدير فني كبير ومميز جدا. من ضمن كمان الامور اللي ادت لهذا التعادل ضربه الجزاء اللي اهدرها محمد مجدي قفشه، وهنا لازم نقف بشكل مهم جدا عند النقطه دي تحديدا، لان كولر بنفسه في المؤتمر الصحفي امبارح طلع قال انا مش عارف ايه السبب اللي خلى قفشه يشوط ضربه الجزاء. ففي ناس عفوا في ناس هتاخد التصريح ده في منطلق او في طريق الهجوم على قفشه، زعلانين ان ضربه الجزاء ضاعت، ولو كان شاطها علي معلول كانت ممكن تضيع. بس انا كواحد في الجهاز الفني مثلا او كلاعب في الملعب، لا انا هلتزم بايه؟ بالترتيب. الترتيب بيقول ايه؟ علي معلول، وده اللي قاله كولر امبارح. هل ده يقلل من قفشه؟ لا، بس هو برضو لو ما كان قفشه ما كنتش هتصدى لضربه الجزاء دي، نظرا للضغوط الكبيره جدا الملقاه على عاتقي كقفشه. عندي حاجات كتير، عندي كلام كتير، في ناس بتحاول تخلق حاله من حالات الجدل ما بين قفشه والجماهير وكلام من ده، والكلام ده باذن الله مش هيحصل، باذن الله مش هيحصل، لان قفشه لعيب كبير، والتوفيق وعدم التوفيق ده وارد في كره القدم جدا، وكان ممكن اي حد يشوط ضربه جزاء وتضيع، كل ده وارد، بس تاخد بالاسباب دايما طالما في ترتيب يتنفذ الترتيب ده، الا اذا علي هو اللي ايه؟ يعني قال انا مش جاهز نفسيا اشوط ضربه الجزاء دلوقتي فدخل قفشه، بس برضه في ترتيب، ايا كان بقى قفشه مركز ثاني ثالث في الترتيب الله اعلم. فدي برضه من ضمن الاسباب اللي ادت لتعادل الاهلي امبارح. طيب اكلمك على سبب اخر، ولا بكلمك عن السبب ده ما تقولش بقى ما تقعدش تعلق لي شماعه التحكيم وكلام من ده، لا انا بقى اول حاجه ابتديت بيها معاك في الفقره دي ايه؟ ان احنا اللي غلطانين في الماتش، احنا اللي قصرنا، احنا اللي نستحق التعادل، ونستحق التعادل عن يعني عن جدار. والفرقه والجهاز الفني، بص انا قلت لك سلبيات قد ايه؟ اهو اتكلمت اهو. لكن تعالى بقى في الجانب التحكيمي. والكابتن امير كابتن امين عمر مش امير عمر، كابتن امين عمر. والفار كابتن سيد شعبان والكابتن محمود ابو الرجال. يا جماعه ابوس ايديكو، اي فريق في مصر في الدنيا ليه حق 100% اديله 100%، ما تدوش 50% بس. هتقولي يعني انت بتتكلم والراجل طارد لك عمر كمال عبد الواحد ومديك ضرب جزاء هو مديهم لي من عنده يعني؟ لا ده حقي، ده حقي. واحد يستحق الطرد، عمر كمال عبد الواحد هو لعيب كبير جدا بالمناسبه يعني، يستحق الطرد الطرد. هو كده الحكم جب عليا مثلا او الحكم يعني جاملني؟ لا مش محتاج. الحاجه الثانيه ضربه جزاء مستحقه، طيب اهو لعبه عمر كمال قدامكم، هي دي فيها نقاش؟ هل هنا امين عمر جامل النادي الاهلي؟ لا طبعا. ضرب كارت احمر، تدخل بكارت احمر. طيب ضربه جزاء برونو سافيو اللي شاطها قفشه، ضربه جزاء مش ضربه جزاء على سعد سمير، ضربه جزاء 100%. هي لعبه خطر قوي بصراحه بتاعت عمر، هو اكيد مش قصده بس هي تتحسب كارت احمر يعني. لازم تمام. ضربه الجزاء بتاعت برونو، وخش على اللي بعديها عمار، ضربه الجزاء بتاعت برونو سافيو ضربه جزاء صحيحه 100%. هل جاملني فيها امين عمر؟ لا استحقها ليه ضربه جزاء بغض النظر بقى ضاعت ما ضاعتش، ليه ضربه جزاء حلو فاتحسبت. طيب ايه اللي ليا وما حسبوش وليه ما حسبوش؟ تعالى اتكلم معاك في كوره بتاعت غندام محمد في تدخل مشابه جدا لتدخل عمر كمال على لاعب النادي الاهلي في الكوره دي، اعتقد مين السلية يا جماعه ولا مين فكروني، الكوره اللي فاتت في كوره بالظبط على محمد عبد المنعم، في كوره بقى حصلت مع عمرو السلية من غنام محمد، كارت احمر ما فيهوش نقاش، هي ليه ما فكرتش تدي له الكارت الاحمر؟ هل عشان هو خلاص انا طردت بقى واحد من فيوتشر فيا جماعه كفايه بقى انتوا النادي الاهلي برده مش مهم اديكوا حقكم بشكل كامل؟ لا، التصرف ده في اطار الاحتواء، ده تصرف في اطار الاحتواء والمصطلح اللي احنا عشناه السنه اللي فاتت والواضح ان احنا بنعيشه لحد دلوقتي. يا سيدي بعد اذنك لما يكون ليا حق اديهولي، ما تدينيش جزء من حقي. فدي واحده. الثانيه لعبه علي معلول اللي كانت بتتعرض قدام حضراتكم دلوقتي، ضربه جزاء واضحه وصحيحه 100%، ما حسبتهاليش ليه؟ اصل ممكن يكون فيوتشر مطلوب من عندهم واحد وانا مش عارف يعني، خلاص انتوا بتلعبوا 11 هم 10 فيا جماعه معلش يعني نحتويهم، ده برده كلام غير مقبول.
ده كلام غير مقبول، اهي اللقطه زي ما حضراتكم شايفينها اهي. فضربه جزاء مش ضربه جزاء؟ ضربه جزاء. طب تعالى للشق الثالث او الجزئيه الثالثه، وقت الضايع في المباراه بالتحديد الشوط الثاني، الشوط الثاني وقف كتير جدا ومع ذلك امين عمر حسب 8 دقائق حلو، بس الماتش وقف اكتر في اللعبه بتاعت برونو سافيو ضربه الجزاء اللي اتحسبت النادي الاهلي بدايه من الدقيقه 87 وشويه لحد الدقيقه كام الوقت بدل الضايع، للدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع. فلو الوقت بدل الضايع 8 دقائق ضيف عليهم الدقيقتين اللي قبل الدقيقه 90 ادي 10 دقائق، ادي 10 دقائق واربع دقائق ما تلعبوش من الوقت بدل الضايع تمام، يبقى ادي كده ليك كام 6 دقائق، اتلعب كام دقيقه؟ اتلعب كام دقيقه؟ هل الاهلي خد الوقت الضايع كله في في الشوط الثاني؟ لا، انت بعد الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع لعبت دقيقه ونص وصفرت. هو هل مش من حق الاهلي او اي فريق في الدنيا انه ليه وقت بدل ضايع يكمله للاخر ولا لا؟ هتقول لي اصل ما هو حسب لك ضربه جزاء بقى وضاعت ويعمل لك ايه تاني؟ لا، اديني برضه حقي، حتى لو ضربه الجزاء جت اديني حقي وادي حق الفرقه الثانيه. فدي برضه من ضمن الاسباب اللي ادت للتعادل، بس مش ده السبب الرئيسي عشان نبقى صراحه كده واضحين مع بعض. لا، احنا السبب، احنا كنادي اهلي كفرقه في الملعب كجهاز فني احنا السبب للنتيجه الحاليه، بس تاني او نتيجه الامس مش هنقف عند النتيجه دي وهنفكر فيما هو قادم. طيب تعالى لي بقى في جزئيه مهمه قوي قوي لازم اتكلم فيها، وتاني هعيدها على حضراتكم. احنا برنامج سوشيال ميديا ودايما بنجيب او بنتكلم على الترندات، احنا برنامج الترند. فامبارح في تويته خطيره خطيره ثالث خطيره لاحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق والزميل الاعلامي، تويته ليه على حسابه على تويتر، يا ريت نعرضها يا جماعه. قال لك ايه في التويته؟ انا كده مش شايف التويته بعيده عليا، فانا هجيبها دلوقتي على الموبايل عشان اقراها لان الكلام خطير جدا. ماشي، قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه الكابتن احمد حسام ميدو؟ قال لك يا جماعه مبروك، او قال لك في معلومه عايز اقول لكم عليها وسبق صحفي، خلي بالك ركز في الكلام، قال لك في معلومه عايز اقول لكم عليها وسبق صحفي من قبلها بسبع شهور. الزمالك بطل الدوري لثالث مره على التوالي لاول مره في تاريخه، يعني اول مره في تاريخ نادي الزمالك لو فاز ببطوله الدوري السنه دي يبقى خدها ثلاث مرات بالتوالي، ما حصلتش قبل كده في التاريخ يعني. فهنا انا لازم اقف لان انا عايز اسال الكابتن احمد حسام ميدو، اساله هل هي معلومه ولا تحليل؟ معلومه ولا تحليل؟ لو دي معلومه دي تبقى كارثه سودا. طب جايب المعلومه دي منين يا ميدو؟ لا، عايزين نعرف انت ولا بتستنتج، بس انت كاتب معلومه. وخلي بالك التويته دي بتتزامن مع ايه؟ اعلان مشاركه الاهلي بشكل رسمي في كاس العالم. طب لو بتتكلم في جانب تحليلي فده معناه ايه؟ معناه من وجهه نظري ان ميدو بيقول بسبب ضغط المباريات الكبيره اللي هيقع على النادي الاهلي باضافه بطوله كاس العالم للانديه، فبالتالي الاهلي هيتعرض لنفس السيناريوهات اللي اتعرض ليها في اخر سنتين واللي نتج عنها فوز نادي الزمالك ببطوله الدوري. فدي لو رؤيه تحليليه من ميدو فتحترم، بس هي في نفس الوقت اعتراف من ميدو الزملكاوي، اعتراف من ميدو الزملكاوي ان الزمالك فاز ببطوله الدوري السنتين اللي فاتوا بسبب ضغط المباريات اللي وقع على النادي الاهلي بسبب كثره مشاركاته في مختلف البطولات تمام ووصوله للمراحل النهائيه في كل البطولات. فده اعتراف صحيح، ده اعتراف صحيح من زملكاوي كبير وهو احمد حسام ميدو ان نادي الزمالك فاز ببطوله الدوري بسبب ان الاهلي كان عليه ضغط مباريات تسبب في اجهاد، تسبب في تراجع مستوى، فبالتالي كانت النتيجه فوز نادي الزمالك ببطولتين دوري للموسم الثاني على التوالي. ودي مش احنا اللي بنقولها، ده الكابتن احمد حسام ميدو. لكن لو هي معلومه ومش تحليل فهنا لازم يكون في تحرك ونعرف ميدو جايب المعلومه دي منين، عشان دي تبقى كارثه ومصيبه سوداء ان في ناس او في توجه ان الزمالك ياخد الدوري بدري بدري، وده امر هيكون غير مقبول بالمره. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندي كلام كتير جدا مهم، بس المره دي بقى هنتكلم على المستقبل وكاس العالم للانديه اللي احنا سعداء جدا جدا بمشاركه النادي الاهلي فيه. استنونا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية. المباراه اللي جايه بالنسبه للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي امام فريق فاركو يوم الثلاثاء اللي جاي الساعه 5 في اسكندريه، مباراه مهمه جدا. بالمناسبه فاركو اقالوا نونو الميدا المدير الفني البرتغالي للفريق وتعاقدوا بشكل رسمي مع الكابتن ايهاب جلال يكون مدرب جديد للفرقه، وبالتالي المباراه هتتصعب بشكل اكبر عشان بيبقى في دوافع مختلفه وروح جديده في الفرقه، فبالتالي حماس وكلام من ده، فالامور هتبقى صعبه في مباراه فاركو. بالمناسبه يعني اصلا فاركو من بدايه الموسم هم كانوا بيحاولوا يتعاقدوا مع الكابتن ايهاب جلال، بس الكابتن ايهاب جلال كان ساعتها عنده عقد النادي المصري يعني. فده بخصوص المباراه المقبله، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها بدعم ومسانده جماهير النادي الاهلي. ويا جماعه تاني كل حاجه لازم تبقى في حدود، ما نهدش المعبد يعني بشكل كبير. بالمناسبه صحيح قبل ما ادخل في كاس العالم، دي جزئيه غايه في الاهميه، انا بس في حد او في ناس تتكلم تقول لك بعد تعادل امبارح يا جماعه يا جماعه المشكله اداريه. يا حبيبي كفايه ضحك، الله يبارك لك، كفايه ضحك. مشكله ايه الاداريه؟ مشكله في اداره ازاي؟ هنعيد نفس السيناريو نفس الشريط؟ مال الاداره بالموضوع دلوقتي؟ لو انت كلمتني فنيا وفي مشكله فنيا في الفرقه اوكي اتقبل وعلى راسي من فوق مقبوله جدا عادي صح عندك حق، حتى لو انا مش مقتنع بيها بس وجهه نظرك، انت راجل تتكلم فني، جهاز فني غلط، لعيبه قصرت، مش عارف ايه، اتكلم فني براحتك، تغييره مش حلوه، خد راحتك على الاخر. لكن تيجي تقول لي مشكله الاهلي مش فنيه مشكله اداريه، يا راجل كفايه هزار بقى وضحك بقى. كفايه هزار وضحك، كل ده عشان اغراض معينه انا مش قادر افسرها غير بكده يعني، لكن ما علينا مش هقف عند الحته دي كتير. تعال بقى نتكلم على خبر مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، وده خبر سعيد للغايه، الواحد كان مبسوط جدا جدا بالاعلان الرسمي بمشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. ويا جماعه عشان تبقوا فاهمين، ها اللائحة هي اللي خلت الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية، تاني اللائحة بتاعت البطولة هي اللي خلت النادي الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية، عشان مفيش حد يطلع يركب الموجة يقول لك أنا وخليت وكلمت وعملت وسويت وساعدت، ما تصدقش الكلام ده، ما تصدقش الكلام ده. هتقول لي طب ما هو أمير كان ممكن اللائحة يلعبوا فيها وكلام من ده، دي كانت تبقى بقى فضيحة من ضمن الفضايح يعني، لكن دي لايحة. والتاريخ نفسه لما نيجي نرجع في 2007 فريق ياباني او فريق ايراني شارك بسبب قصه مشابهه، اللايحه ومش اللايحه وكلام زي من ده، ان مثلا انت بطل القاره والبطوله هتتلعب في البلد بتاعتك فبيتاخد وصيف البطوله، تمام. برضه في 2008 حصلت مع فريق ياباني شارك في البطوله عشان بطل القاره كان من اليابان ومش عارف ايه، فبالتالي بتاخد الايه الفريق صاحب المركز الثاني في البطوله نفسها. اهو هقول لكم نادي اصفهان 2007 شارك وهو كان وصيف البطوله، ونادي اديلايد يونايتد في 2008 كان نفس القصه. وزي ما هيحصل او حصل خلاص مع النادي الاهلي بمشاركته في الخطاب الرسمي اللي جه من الفيفا للنادي الاهلي امبارح بمشاركته في كاس العالم للانديه واختاره بذلك. فدي اللائحه عشان ما يجيش حد يقول لك اصل احنا عملنا واحنا سوينا واحنا كلمنا واحنا جاملنا النادي الاهلي يعني. فدي جزئيه غايه في الاهميه بالنسبه ل يعني الجمهور لازم يكون عارفها. وادي خطاب قدام حضراتكم بتاع ابلاغ النادي الاهلي بالمشاركه، خطاب من قبل الفيفا المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. اذا احنا سعداء، احنا مبسوطين. بالمناسبه يا جماعه اول مباراه للنادي الاهلي خلاص يوم 1 فبراير هتلعب الدور التمهيدي مع اوكلاند سيتي. البطولة بتضم الأهلي وريال مدريد وأيضا الوداد وفلامينجو البرازيلي وفكروني كمان أوكلاند سيتي وناديين كمان يعني. فبالتالي حاجة مفرحة جدا بالنسبة لنا، حلوة قوي. هل إحنا هنفرح ونسكت على كأس العالم؟ لا، لازم نستعد استعداد جيد للغاية عشان إحنا طموحاتنا، إحنا ما كانش في دماغنا نشارك في كأس العالم، ما كانش في دماغنا. نظمت المغرب البطوله فبالتالي الوداد هو بطل القاره فاتخذ الاهلي اللي هو كان في نهائي دوري ابطال افريقيا. وعداله السماء صفت النادي الاهلي يعني. فاحنا ما كانش في دماغنا المشاركه في البطوله، لكن بما ان الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا ها فلازم الاهلي يستعد بمنتهى القوه لهذه البطوله. ليه؟ يعني يشارك في كاس العالم للانديه يعني. ليه؟ لان انت دلوقتي لما بتروح كاس العالم للانديه انت طموحك مش ان انت تاخد مركز ثالث بس. احنا طموحات جمهور الاهلي في السماء دايما، عايز احسن حاجه. عايز احسن حاجه، فاحنا نفسنا نوصل لنهائي كاس العالم. هي سهله؟ لا طبعا مش سهله، هي صعبه جدا، صعبه جدا ومنافسه تقيله قوي وليفل مختلف تماما عن كل اللي انت بتلعب فيه، ليفل تاني خالص. بس اعمل اللي عليك وخد بالاسباب وان شاء الله ربنا يكرمنا.
ان شاء الله ربنا يكرمنا. طب نعمل اللي علينا ازاي يا عم امير؟ اول حاجه انت بتجهز نفسك من خلال المباريات الرسميه اللي عندك خلال الفتره اللي جايه. وبالمناسبه يا جماعه انت عفوا بالمناسبه يا جماعه هيتاجل لك ماتشات، هتلاقي ناس تطلع تصوت وتتكلم ماتشات وبيتاجل للاهلي مش عارف ايه، احنا هنشارك في كاس عالم الانديه فطبيعي يتاجل لنا ماتشات، ده الاتحاد الافريقي نفسه هياجل الاهلي ماتشات في دور المجموعات، فعشان بس نقفل الحته دي. فانت تستعد ازاي؟ بالصفقات. تاني اهو بالصفقات. هل بقول لك الاهلي يجيب 10 بقى 10 صفقات وكلام من ده؟ لا. شوف كولر محتاج ايه؟ وانا ده اللي انا بقول لك حاجه، مش انا محتاج ان انا اقول للاداره، ده الاداره اصلا والناس في النادي ما بيبخلوش على اي طلب يطلبه المدير الفني. لكن لازم نحط في الاعتبار بيبقى فيه مفاوضات قد تنجح وقد تفشل، توفيق وعدم توفيق، اتفاقات ويعني عدم اتفاق، ده وارد جدا يحصل. بس لازم يكون في سعي بكل قوه بكل قوه في اتجاه تلبيه طلبات كولر، عشان باذن الله تسد الثغرات اللي ممكن تكون عندك وتروح بقايمه. لو انت قايمتك تقيله دلوقتي يا سيدي قول بنسبه النسبه اللي انت عايزها تبقى تقيله بنسبه 200%. فنأمن نفسنا يا جماعه بصفقات، وان شاء الله باذن الله اتمنى الصفقات تكون بشكل مبكر شويه في يناير، عشان يناير اللعيبه الجديده تشارك يكونوا جاهزين، يبقى عنصر الانسجام والتناغم بقى موجود، تقدر تشارك في كاس العالم للانديه وانت جاهز بنسبه 100%. فان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه البطوله، بطوله اضافيه للنادي الاهلي، ومش اي بطوله، دي بطوله كاس العالم للانديه. ان شاء الله الاهلي شرفنا كالعاده في مشاركته الثامنه، اللي من خلال الثمان مشاركات خد البرونزيه 3 مرات، ليه لا؟ ما ناخدش فضيه والاكثر كمان ذهبيه رغم صعوبتها اكيد، والمنافسات القويه ده ريال مدريد موجود يعني وفرق تقيله قوي، لكن في نفس الوقت لازم تطمح وتحلم وتشتغل على حلمك عشان باذن الله ربنا يكرمك. فالف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي مشاركه الفريق في كاس العالم للانديه من يوم 1 ليوم 11 فبراير المقبل، وكلنا هنستنى ونتفرج ونشجع نادينا الحبيب النادي الاهلي. بعد الفاصل نكمل، استنوا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا نروح نشوف ترند الاهلي واهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي، لان اكيد هيكون عندنا تعليق على حاجات مهمه جدا. اول حاجه يلا كوره، حسام على تويتر وبيقولوا ان في يعني امور حدثت ما بعد مباراه الاهلي وفيوتشر بالامس، ان كولر اتكلم مع لاعبي النادي الاهلي في اجتماع عاجل، وان كولر رفض عوده اللاعبين الى منازلهم عقب نهايه المباراه، وطلب بأن يستقل الجميع الحافلة إلى مقر الجزيرة. ربما يكون حدث الكلام ده، أنا هنا بتكلم يا جماعة في الإطار الرسمي، إحنا قناة النادي الأهلي، هل الأهلي أعلن حاجة زي كده؟ لا، بس يعني من ضمن الكواليس اللي وارد جدا تكون حصلت، وارد جدا تكون حصلت. تمام، دخل لقاعة الاجتماعات الملحقة بغرف الملابس بتتش، وعقد جلسة مع اللاعبين، كانت عاصفة واستمرت قرابة 45 دقيقة. لو الكلام ده حصل فعلا، وبرضه أنا بقول لك عشان إحنا في قناة الأهلي فما أقدرش أقول لك حصل ولا لا، لكن في كل الأحوال أتمنى، لان الحاجات اللي زي دي بتبقى ضروريه في بعض الاوقات، ضروري لازم يبقى في شده، لان احنا اتقرصنا السنتين اللي فاتوا، فلا خلاص بقى احنا عايزين نعوض السنتين اللي فاتوا، بالتحديد ببطوله الدوري بتكلم، حتى لو احنا متشاركين في كاس العالم للانديه عندها هدف كبير زي دوري ابطال افريقيا وكل الكلام من ده، بس هدف الدوري العام السنه دي مهم جدا بالنسبه للاهلي والجمهور. صعب قوي لما انت حاجه تكون وحشاك وانت متعود انك دايما تكسبها تفقدها سنتين، بدل سنتين يبقوا ثلاثه، لا ما تكترش المده، لازم تكون مركز انك ازاي ترجع بطوله الدوري، فده هدف مش قليل بالنسبه لجمهور الاهلي، ودي رساله مهمه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ده هدف مش قليل، ممكن اقعد قارنه بدوري ابطال افريقيا في بطولات اهم وبطوله كاس العالم وكلام من ده، بس السنه دي بطوله الدوري بقت مهمه جدا، فان شاء الله الاهلي يكون موفق في عوده اللقب. يعني دي من ضمن الكواليس اللي بيتكلم فيها يلا كوره. حساب مبتدا بيقول ان في عقوبات ناريه على لاعبي الاهلي بعد التعثر امام فيوتشر، وارد جدا لان في لائحه، تمام، وفي امبارح يعني سنه ثقه زياده ادت للتعادل، فكل الحاجات اللي زي دي وارد جدا ان هي تكون موجوده طبقا للائحه، ولو في عقوبات يعني مغلظه برضو دي ترجع لاداره الكوره في النادي يعني، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بتنسيق مع كولر. اليوم السابع ياسر ابراهيم يعود لتشكيل الاهلي امام فاركو بسبب ايقاف محمد منعم، محمد منعم خد الانذار الثالث، فبالتالي بطاقات تراكميه هتؤدي لعدم مشاركته في مباراه فاركو، فبالتالي ياسر ابراهيم هو الاقرب للمشاركه بشكل اساسي في هذه المباراه. كوره بلاس كمان وحسابهم على تويتر بيتكلموا عن ان اختبار الطبي يحسم موقف اليو ديانج من مباراه الاهلي وفاركو المقبله. ايه مشكله اليو ديانج؟ عنده يعني ايه اجهاد عضلي بسيط للغايه، يعني ازعاج عضلي، خلينا نقولها ازعاج عضلي،
مش هيعيقه ان شاء الله على المشاركه في مباراه فاركو. امبارح الجهاز الفني فضل ابعاده عن المباراه يعني كنوع من انواع يعني القرارات الاحترازيه بالنسبه للحفاظ على سلامه اللاعب. فبالتالي الموضوع مش مقلق خالص، ان شاء الله تيانج ممكن جدا يكون موجود في قائمه مباراه فاركو المقبل. طيب نروح للخبر اللي بعده. الوطن سبورت، لائحه فيفا تكشف ارباح الاهلي في كاس العالم للانديه بعد اعلان مشاركته رسميا. وهنا نتكلم على لائحه الفيفا لان ده امر مهم، لان في ناس قالت لك لا والاهلي ما يشاركش غير وهو بطل. يعني ازاي ما يشاركش غير وهو بطل؟ انا دلوقتي اللائحه قالت لي تعالى شارك، اقول لهم لا يا جماعه ما يشاركش غير وانا بطل يعني، ولا مش عارف. حاجه غريبه والله العظيم. يعني في ناس تقول لك ايه، اصل انت كده كده كنت وصيف مش عارف الدوري والكاس ولعبت السوبر. طب ما خدت السوبر عادي. ممكن اكون انا وصلت نهائي دوري ابطال افريقيا ومش يحق لي ان انا اشارك في كاس العالم للانديه، بس اللائحه اديتني الاحقيه في كده فاروح. مين عالم، يمكن اعمل حاجه جامده قوي في كاس العالم للانديه. عمري ما ارفض ان اشارك عن النادي الاهلي، يعني اشارك في اي بطوله طالما اللائحه تسمح لي بكده اشارك طبعا. فسيبك من الكلام اللي زي ده، هي اهم الحاجات كمان اللي تخليني اشارك المكاسب الماليه الكبيره يعني. فانت جوائز كاس العالم الانديه جوائز مهمه. يعني هقول لك على حاجه، انت لو خدت المركز السابع يا سيدي ان شاء الله ده مش هيحصل، يعني لو خدت المركز السابع هتاخد نص مليون دولار اهو من مفيش، يعني نص مليون دولار من مفيش. فانت محتاج لكل الجوانب الماديه زي دي. خدت المركز السادس هتاخد مليون دولار، خدت المركز الخامس خدت مليون ونص دولار ماشي، خدت المركز الرابع وده مش بعيد عن النادي الاهلي 2 مليون دولار، خدت المركز الثالث وده مش بعيد خالص خالص على النادي الاهلي، وده الاهلي حققه قبل كده خدت 2.5 مليون دولار، خدت المركز الثاني وده اللي احنا بنحلم بيه مثلا كثاني او اول طبعا حلمنا الاساسي مركز اول بس، يعني وصلت المباراه النهائيه فضمنت 4 مليون دولار، خدت البطوله خدت 5 مليون دولار. فكل دي جوائز ماليه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لك حتى لو خدت اي مركز من المراكز يعني. فده من خلال الحساب الرسمي للوطن سبورت. خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. كل ما بنطلع فاصل كرواتيا بتجيب جون، فللاسف كرواتيا دلوقتي متقدمه على المنتخب المغربي الشقيق بنتيجه 2-1 بهدف رائع في الدقيقه 42 احرزه ميزلاف اوريزيتش، وتقدم كرواتي بنتيجه 2-1. والشوط الاول يعني على وشك خلاص النهايه في الدقيقه 45 دلوقتي. نتمنى عوده المنتخب المغربي في هذه المباراه الشيقه بالمناسبه، ماتش حلو في كل الاحوال. لكن دلوقتي جه ميعاد ترند المونديال، يلا بينا. هيوحشنا كاس العالم، 4 سنين عقبال ما نشوف بطوله رائعه زي دي، بس المره دي نتمنى بعد الـ4 سنين نشوف منتخبنا الوطني المصري موجود في هذه البطوله، وده حلمنا دايما كمصريين والله ونستحق، لان عندنا الجوده وعندنا حاجات كتير جدا، بس ناقص لنا اداره صحيحه وتخطيط صحيح يكون نتيجته انك توصل لكاس العالم باذن الله 1-1. فبالتالي خلينا نتكلم على الايام الاخيره او اخر يومين في كاس العالم، ونبتدي بحساب فيفا وورلد كاب وبيتكلموا على الاهداف او اكثر البطولات اللي جه فيها اهداف. وابتدوا بكاس العالم 98. يا جماعه كاس العالم 98 ده انا من وجهه نظري من احلى البطولات في تاريخ كاس العالم، يعني ممكن مستعد اقعد اتفرج على ماتشات 98 دي كلها. فهو ده اكتر كاس عالم لحد دلوقتي، 171 هدف احرزوا في اثناء هذه البطوله، نفس العدد في كاس عالم 2014 في البرازيل وكان ب 171 هدف. في كاس عالم 2018 روسيا كان 169 هدف، فرق هدفين اقل. كاس العالم الحالي قطر 2022 163 هدف، النهارده جه 3 اهداف اهو في الماتش بتاع دلوقتي، فبالتالي كده بقى 166 هدف. الله اعلم المباراه دي هتخلص على ايه، ومباراه الارجنتين وفرنسا اللي ان شاء الله فرنسا تكسب فيها هتخلص على ايه، كام هدف، خلينا نشوف يعني. فمن البطولات الرائعة فنيا بصراحة السنة دي برضو، يعني من وجهة نظري بطولة تنافس بشكل كبير جدا كاس عالم 98 في فرنسا. طيب خلينا نروح لخبر آخر، وده من حساب ESPN على تويتر، ونشروا تصريحات لإنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي بيقول إن كاس العالم قطر 2022 هو الأفضل في التاريخ من وجهة نظره، وقد يتفق معاه الكثيرون في الحقيقة، لأن بطولة فعلا رائعة وشفنا مباريات جميلة جدا جدا وشفنا عدد من الأهداف وعدد من المفاجآت الغير متوقعة. فبالتالي طبعا بطولة كانت مميزة، وأكيد لازم نحيي أشقائنا في قطر على التنظيم الرائع والبطولة الحلوة قوي قوي اللي عايشوها لنا خلال هذا العام يعني. طيب خلينا نروح لحساب آخر وهو حساب الديلي ميل، نشر تصريحات لديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، اللي أنا بتوقع
في حال فوز فرنسا بطوله كاس العالم هتكون دي اخر مباراه ليه، حتى كسب خسر هتكون اخر مباراه ليه، لان الراجل ده عمل انجاز كبير جدا يعني، وصل خد كاس عالم 2018 وبيقترب من ان هو ياخد على اقل تقدير يعني لو ما خدش البطوله يبقى مركز ثاني، فده برضو انجاز. فالراجل بقى له 10 سنين تقريبا او اكتر موجود على راس القياده الفنيه للمنتخب الفرنسي، لكن هو ليه تصريحات مهمه، قال لك بنحاول ان احنا نتعامل مع الموقف بافضل طريقه ممكنه ونحافظ على هدوءنا وتركيزنا. قال كمان خلال مؤتمر صحفي اللي قبل المباراه ان سكالوني اللي هو المدير الفني للارجنتين واجه التحديات مثلما واجه منتخبه، لافتا بقوله نتذكر جميع مباراه السعوديه، الناس لعبوا السعوديه يعني وخسروا في الماتش الاول ومع ذلك وصلوا لغايه المباراه النهائيه، واحنا كمان فوزنا في المباريات بتاعتنا بغض النظر طبعا مباراه تونس برده المنتخب التونسي فاز عليهم، وقال ان احنا عايزين بس نخرج من الماتش بكره واحنا معانا الكاس. طيب خلينا كمان نروح لحساب اخر وهو حساب 433 على تويتر، واللي بيتكلم وبيقول ان ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد اللي بيتواجد من جيل كاس عالم 2014 اللي وصل لنهائي من الارجنتين، وصل لنهائي وخسر قدام المانيا بهدف ماريو جوتسه، والمباراه اللي خسرها المنتخب الارجنتيني بنتيجه 1-0. تمام، فميسي هو الوحيد اللي موجود من الجيل ده زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره. طيب يعني دي كانت بعض الترندات الخاصه بالمونديال، دي كمان كانت حلقتنا النهارده. اخد سريعا يا جماعه تعليقات الجماهير ولا مفيش وقت؟ ناخد تعليق واحد من جماهير النادي الاهلي. اشرف يوسف بعد سؤال حلقه النهارده قال لك مساء الخير عليك يا استاذ امير، مساء الفل عليك يا شوش، تعليقي انه لا جديد فنحن الاهلي، تاريخ ما قبل التاريخ، والاهلي شارك بصفه وصيف القاره الافريقيه التي وصل اليها بمجهوده وتعب شاق جدا وليس مجامله، فيجب علينا احترام اللوائح والقوانين. استقبلت الخبر بفرحه لا توصف كالطفل الصغير، فالحمد لله على نعمه النادي الاهلي. الحمد لله يا اشرف، واكيد اختصر كل الكلام في يعني التعليق بتاعه ده. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، واكيد هيكون عندنا كل الجديد في حلقه اخرى من نفس البرنامج باذن الله واحد احد، فاستنونا الى اللقاء.